تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، التأمت في جامعة بوليتكنيك البحرين أولى فعاليات أسبوع البحرين للشركات الناشئة مع تنظيم مؤتمر الألعاب الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الأولى بالشراكة بين مجلس التنمية الاقتصادية وتمكين وشركة إنفينيت وير، وذلك بمشاركة عدد من أبرز مطوري الألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة. المؤتمر الأول للألعاب الإلكترونية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باكورة أفعال أسبوع البحرين للشركات الناشئة يرمي بمشاركة 80 خبيرا وتقنيا إلى نشر ثقافة تطوير الألعاب الإلكترونية والتي أضحت أحد أبرز مجالات الابتكار التقني في كافة أنحاء المعمورة، ولتصبح حقلا خصبا لإبداع النشء من أفراد ومؤسسات على السواء. المؤتمر اللي عندنا هالمرة اسمه مؤتمر مطورين الألعاب حق الخليج العربي، منقسم المؤتمر منقسم حق بورتين، البورت الأول اللي هو الكونفرنس والبورت الثاني يسمونه الجيم جام أو اللي هو نفس المسابقة اللي لازم تطور فيها لعبة في 48 ساعة، فهاي البورت الأول. البورت الثاني الكونفرنس مثل ما تشوفون الكونفرنس في توكس وفي سيشنز لها علاقة بتطوير الألعاب، سواء أنت جاي لها من الزاوية مالت البزنس أو جاي لها تبي تعرف التفاصيل مالت البروجرامينج وتصميم الألعاب يعني إن جنرال. في تمكين ننظر إلى هذه الفعالية وهذا المؤتمر بشكل خاص لسببين. السبب الأول أنه هو كقطاع طبعا يمكن البوادر والمؤشرات واضحة أن هذا القطاع صناعة الألعاب بشكل خاص قد يكون أحد القطاعات اللي ممكن يكون لها مساهمة بشكل أكبر في الاقتصاد الوطني، وهذا طبعا يحقق بشكل مباشر أهداف تمكين المباشرة. والسبب الثاني أيضا يمكن النظر له كمسار مهني واضح ومحدد للشباب الموجودين. لم يعد تطوير ألعاب الفيديو مجرد تحديث بالبرمجيات فحسب، بل أصبح علما بحد ذاته يتطلب وجود المنتجين للإشراف على المشروع والمصممين المتخصصين في قواعد اللعبة وتركيبها، إلى جانب رسامي الفنون المرئية للشخصيات والخلفيات ومهندسي لغات البرمجة لتحويل التصاميم إلى لعبة قابلة للحياة، إضافة إلى مصممي المراحل من مدن ومناطق تفصيلية ومهندسي الصوتيات. تشوف إذا تلعب لعبة تختمها وعقب تشوف الكريدتس في النهاية بتلاقي وايد أسامي عربية، ومنها شيء طبيعي بتحصل حتى بحرينيين عندهم المواهب أنهم يوظفون هالأشياء في الألعاب، بس للأسف الفترة اللي ضافت ما كان في مجال أن يوظفونها في البحرين أو حتى في الخليج أو أي مكان قريب، فتلاقي أساميهم في ألعاب نفس باتمان في جراند توريزمو مثلا ممكن تحصل هالأسامي. بس الحين اللي قاعد يصير أن في اهتمام من أكثر من جهة عن تطوير الألعاب، يعرفون شنو ممكن أو إيش قد ممكن هي تطلع فلوس حق الشخص اللي يسوي اللعبة وحق الدولة بعد. صعوبات تطوير الألعاب إنه الواحد بيكون بيعتمد على نفسه، بيعتمد على ذاته في تطوير الألعاب. حاليا ما في بنية تحتية موجودة في الخليج بشكل عام تدعم مطور الألعاب، سواء كان في احتياجات مادية أو في احتياجات حتى علمية إنه يتعلم يطور ألعاب. محتاجين الجامعات تبدأ تدخل وتدرب الناس إنه في تخصص تطوير ألعاب، فالواحد بيكون سيلف ليرنينج بيحاول يدعم نفسه بنفسه، وفي نفس الوقت بيلاقي صعوبات إنه لسه السوق مو متفهم الوضع بالضبط يعني. 91 مليار دولار سنويا هو مجموع ما تدره الشركات العاملة في مجال تطوير الألعاب الإلكترونية حول العالم، تساهم بنسبة لا يستهان بها في الناتج القومي لاقتصادات الدول المتطورة في هذه الصناعة كالولايات المتحدة التي وصلت قيمة صناعة الألعاب الإلكترونية فيها إلى أكثر من 15 مليار دولار، فيما تفيد الدراسات بأن حجم صناعة الألعاب في العالم العربي قد يصل إلى أكثر من 4 مليارات دولار بحلول العام 2020. هنا من جامعة بوليتكنيك البحرين تنطلق أولى فعاليات أسبوع البحرين للشركات الناشئة في مسعى حميد لسبر أغوار قطاعات واعدة لرواد الأعمال على غرار صناعة وتطوير الألعاب الإلكترونية بغية النهوض بالاقتصاد الوطني في حقبة ما بعد الوقود الأحفوري. حمل جيوس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.